تخاصم في الحج والاختلاف وتلفظ بعض الألفاظ أو عدم الصبر، يقول هل هذه الأشياء يعني تمنع قبول الحج؟ وهل لي أن إذا شكيت في ذلك هل لي أن أعيد حجي؟ الله جل وعلا قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ودواعيه، هذا يحرم على المحرم، والفسوق هو المعاصي، ويحرم على المسلم غشيان المعاصي لكن في حالة الإحرام أشد، لأنه يدخلها على إحرامه فتنقص إحرامه أو قد تبطله. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الجدال هو الخصومات بغير فائدة والمغالطات بدون فائدة، أما الجدال بالحق والله جل وعلا يقول: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدال الذي لإيضاح الحق ورد الباطل هذا واجب في الحج وغيره على المستطيع، وأما الجدال في الذي لا فائدة فيه هذا يتجنبه المسلم، لا سيما إذا كان محرما بالحج فإنه يخل بحجه.